أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مشروع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مواجهة المشروع التغريبي الفرنسي. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن سياسة مشهورة يقوم بها الاستعمار في كل مكان، خصوصا عموما واطلعت بها الإدارة الفرنسية خصوصا في الجزائر، وهي سياسة التقتيل أو سياسة الأرض المحروقة كما يقال، واستعمال القوة العسكرية، كذلك الإخراج من الديار واستعمار الأرض من قبل المعمرين واستثمارها لصالحهم. ولعل مجزرة 8 ماي 1945 أكبر دليل على ذلك، حيث تم فيها يعني في الإحصائيات الرسمية أكثر من 45,000، وفي روايات أخرى كما ذكر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وصلت إلى القول بتقتيل 80,000 جزائري في هذه المجازر. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اعتمدت التعليم كأمر أول في مقابلة هذا الأمر. فعلى مستوى الهيئة الجمعية عامة مهدت للثورة بنشر العلم والثورة ضد الجهل، وكذا محاربة الخرافات والشعوذة إلى آخره، ودعت بمواقفها وخطبها ودروسها إلى كل ما من شأنه أن يزيل الغشاوة عن قلوب وعقول الجزائريين للثورة ضد المستعمر الفرنسي. وعندما نادى داعي الجهاد، دعت الجمعية الناس إلى الالتفاف حوله بصريح العبارة، وذلك في بياناتها وخطبها ومواقفها العديدة. طبعا يمكن أن نذكر مثلا بيان 2 نوفمبر مثلا الذي وقعه الإبراهيمي، مثلا بيان القاهرة يوم 15 نوفمبر الذي وقعه الإمام الإبراهيمي والشيخ الفضيل الورتيلاني في 15 نوفمبر 1954، في البيان التاريخي الذي يقول فيه في أحد الفقرات، يقول: نعيذكم بالله أن تتراجعوا، نعيذكم بالله أن تتراجعوا. وكذلك موقف في تلمسان من قبل الشيخ أحد زعماء الإصلاح، شيوخ الإصلاح في تلمسان، اللي هو الشيخ سعيد الزموشي رحمة الله عليه، خطب العيد في بداية سنة 1955 أمام مقبرة الشيخ السنوسي، وصعد إلى المنبر والسيف في يده، وقال لهم بالحرف الواحد أو بالعبارة الصريحة: لقد مضى زمن العصا، لقد مضى زمن العصا، في إشارة كبيرة إلى دعوة إلى الجهاد في سبيل الله. وكذلك من المواقف التي يمكن أن نذكرها صالح الحركة الإصلاحية بتلمسان، الشيخ العربي التبسي رحمة الله عليه، صاحب القبر المجهول، زار في بداية سنة 55 تلمسان عند افتتاح مسجد بمنطقة عين غرابة في أعالي تلمسان، وورد في خطابه الكثير مما يحفز المسلمين على الالتحاق بالجبال وبالثورة، ومما قاله في خطبته في افتتاح هذا المسجد، قال بالحرف الواحد: إن جبال الأوراس تنادي جبال تلمسان، فكونوا مستعدين لتلبية النداء. فجمعية العلماء المسلمين الجزائر في القطر الوطني كله وفي تلمسان خصوصا ببنائها للمدارس، خرجت جيوشا ممن تشبعوا بالوطنية ونذروا أنفسهم لتحرير الوطن. وعلى مستوى الأفراد، الكثير من المدارس خرجت يعني العديد من الشهداء. دار الحديث مثلا التي نحن في إطارها نتكلم، وجميع المدارس خرجت الكثير من الشهداء. دار الحديث مثلا خرجت أكثر من 80 شهيد حسب الإحصائيات من قبل المصلحين تلمسان، على رأسهم العقيد لطفي ومليحة حميدو وعويشة حسليمان. ويمكن أن نذكر يعني خنساء الجزائر من مدينة تلمسان، هي أم الإخوة الأربعة الشهداء، الإخوة بن شقرة، كانوا ثلاثة منهم كانوا من أبناء دار الحديث، والرابع لا.
تعتبر بحق خنساء الجزائر. مدرسة ولاد سيد الحاج مثلا خرجت أكثر من 37 شهيد. عين غرابة المئات، حتى قيل أن فأقول 500 شهيد، وكان من أهمهم فراج الذي توفي مع لطفي في بشار، الكوموندون فراج توفي مع لطفي في جبل بشار، وقد كان فراج من أبناء مدرسة عين غرابة، وقبل ذلك تتلمذ في مدرسة دار الأدب بمدينة الحيانة، الحناية عفوا، مدينة الحناية التي تتلمذ فيها فراج، اللي وهي مدينة مدرسة الحناية بتلمسان. أسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء الشهداء الذي بفضلهم نحن في هذه الدار وننعم بالحرية التامة. وإلى حلقة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.